شكرا لك الرئيس، وأسجل تحفظي على البرنامج المقدم من الحكومة لاختلاف الجذري عن البرنامج السابق الذي لم يجف حبره حتى الآن. خلو هذا البرنامج من مواضيع الإصلاح السياسي هذا يؤدي إلى الاحتقان السياسي اليوم داخل البرلمان. أريد أن أتحدث عن أمر دس في هذا البرنامج، وأخشى أن يجعل من هذا الأمر دفع سمو الرئيس إلى المواجهة مع البرلمان. هذا الموضوع كان في الحكومة السابقة قبل الاعتصام بأيام، لما انتفض البرلمان وقتها على أمر يراد فيه تحميل جميع موظفين الدولة بزيادتهم 3 سنوات. هذا الأمر أضيف اليوم في صفحة 12 من البرنامج، ويراد فيه وضع سمو الرئيس المواجهة، إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكافة مجالاته التنظيمية بهدف القضاء على العجز الاكتواري. القضاء على العجز الاكتواري لا يكون إلا بأحد أمرين، إما زيادة سنوات الخدمة وإما رفع نسبة الاستقطاع، وهذه تصدينا لها في المجلس المنحل. الآن يراد وضع الحكومة في هذا المواجهة وإضافته في هذا البرنامج. هل وزير المالية شرح لكم هذا الأمر في الحكومة ولا لا؟ أنا أتركها لكم. صفحة 12 هذه فيها زيادة سنوات الخدمة الموظفين وزيادة نسب الاستقطاع. الدين العام أنا ما عندي مشكلة فيه، لكن عندي مشكلة لما يتم تضليل البرلمان وتضليل الشارع بربطه بمشاريع بقيم مضافة. الإنفاق الرأسمالي نازل، لكن أنا أسأل الأخ وزير المالية الذي تبنى هذا البرنامج، مشاريع فقط في القطاع النفطي 5 مليار و700 مليون أزيلت من البرنامج السابق، وين مرافق الإنتاج الجراسي 4 و5؟ وين وحدة سادسة لإنتاج غاز المسال؟ وين مرافق تصدير النفط الجراسي الخفيف؟ وين الألفينات الثالث؟ وين الألفينات الرابع؟ وين العطريات الثاني؟ وياي يبي يضحك علينا بالدين العام بربطه بمشاريع ذات قيمة مضافة وغير موجودة وأزيلت من برنامج عمل الحكومة. صندوق سيادة، وهذا تضليل آخر للبرلمان ولوكالات التصنيف الائتماني. صفحة 30 شو يقول؟ يقول دراسة إطلاق صندوق استثماري، دراسة يعني يقدم دراسة. صفحة 31 يتكلم عن صدوره وإنشائه، هذا مو تضليل؟ مو تضليل؟ من وين بتموله؟ من الاحتياط العام؟ بتي الأسبوع القادم بالحالة المالية وتشوفوا الاحتياط العام. من وين بتموله؟ من صندوق الأجيال؟ لازم قانون وتكاتب قرارات. بديل استراتيجي، في البرنامج السار قبل 6 أشهر هم بحاجة إلى قانون، الآن بحاجة إلى قرارات. إصدار إطار عام يتضمن إعادة تقييم للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية. صفحة 42 يقول بحاجة إلى قرارات، في صفحة 60 يقول أنا بحاجة إلى قانون. قرارات ولا قانون؟ ما إحنا عارفين. إقرار لائحة الابتعاث العلاج والخارج لتسهيل الإجراءات وضمان الهدر بحاجة إلى 2 سنين. ترى ما تقدر يصدر قرار يحدد شنو الأمراض ويحدد شنو الشروط والاشتراطات، ليش 2 سنين؟ صفحة التشريعات، صفحة 18 الأخ معالي وزير المالية ووزير النفط يقول سنعدل قانون المجلس الأعلى للبترول. سنعدل قانون المجلس الأعلى للبترول؟ ماكو قانون المجلس الأعلى للبترول عشان تعدله، في قانون مؤسسة البترول، قانونك هذا. يعني حقيقة كثير من الملاحظات الموجودة، كثير من الأمور متناقضة، في بعض الأمور أصلا مو ذاكرين الجهة المكلفة. إدارة أملاك عقارية واستثمارها تعهد البلدية ولا أملاك الدولة؟
بالتالي هذا البرنامج يجب أن يعادل الحكومة أو يجب أن يتم. شكرا لك دكتور بدر الملا، شكرا.